قولي احتفلت ازاي بعيد ميلاد مراتك اليومين اللي فاتوا؟ السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم على الموضوع ده. عزمتها في مكانه وكده وجبت لها تورته وكده. الصحافه عرفت منين وصورتكم؟ ايه؟ الصحافه عرفت منين وصورتكم والصور نزلت على السوشيال ميديا؟ من الفيسبوك، احنا نزلنا على البيج وبعد كده الصحافه يعني لقيتها خدت الصور وكده. قولي يا محمد، انت كنت غايب فتره وبعدين رجعت تاني بتحضر الالبوم ولسه كنت منزل اغنيه قريب، كلمني ليه اختفيت الفتره دي وكنت بتعمل ايه الفتره اللي انت كنت قاعد فيها؟ بصي، انا يعني مش مختفي بشكل معين، انا ما معيش شركه انتاج، انا بنتج لنفسي، فكنت بدرس الفتره اللي فاتت ازاي الواحد يفضل مستمر في حته الانتاج من غير ما يخسر في الفلوس ماديا، يعني لان الانتاج بقى دلوقتي صعب. فانا الفتره اللي فاتت دي خدت كورسات في الديجيتال وكل ده كان بيعطلني شويه او بياخد وقت مني ان انا اطلع بحاجه تقدر تخليني افضل مستمر. بس انا كنت في كل وقت كنت بنزل اغنيه او اغنيتين او حاجه على الانترنت او على البيج مع جمهوري وبتابعهم، ونزلت لسه من فتره يعني 7 تراكات على شكل سينجلز، ولسه بنزل كل شويه سينجل ومستني ما ان شاء الله ربنا يكرم في واحده وتعمل بومينج زي بتاعت ويلي والحاجات دي. اعاده تدوير الاغاني القديمه بشكل جديد، انت غنيت اغاني قديمه مع مغنيينها الاصليين بشكل جديد، ازاي جات لكم الافكار؟ دي كانت انا وسراج كنا قاعدين بنلعب مزيكا وكده، وجات الفكره واحنا انا عندي في الاستوديو بنقعد نلعب مزيكا كتير وبنطلع افكار كل شويه، فهي دي الفكره بس يعني طلعت جت من هنا، عملنا اغاني كتير وحاجات كده. التمثيل بقى، انت فيلم التمثيل يا محمد؟ ما يلا ايدي على كتفك، لو اتعرض حاجه عليا ما اتعرضش عليا حاجه لحد دلوقتي، يعني اخر حاجه حصلت لي ان انا جات لي مسرحيه بس ما جاليش فيلم لسه ولا جالي فرصه حلوه يعني.